سي محمد علي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بك في البرشا. يعيشك يعطيك الصحة. إن شاء الله نعملوا قايت به إن شاء الله. إن شاء الله. سي محمد علي المحجوبي ركيزة مراكز منتخب الوطني في الثمانينات والتسعينات، واللي يتذكر سي محمد علي المحجوبي ماتش مصر الي روتور تونس والقاهرة. شو بير يظل عقدته سي محمد علي؟ بالطبيعة ديما المقابلات ما بيننا نحن ومصر ديما تكون سخونة و الحمد لله معناتها عندي معناتها لقيت شويه شانس باش سجلت الاهداف هذوما. اي. ديما كيما قلت لك ديما نطرح مع مصر تكون سخان مع الفريق الوطني التونسي ومصر ديما يتعدى مقابلات ممتازه وديما يتعدى جو فيها. سي محمد علي انت من احسن المدافعين في تاريخ تونس بشهاده سي محسن الجندوبي، اختارك من كاتر لي ميور اريير سنترو في تاريخ تونس. بارك الله فيك. واليوم باش نرجعوا له هو الكره، شوفوا اسكو هو في لي كات ميور ولا لا. دونك انا عندي اليوم 16 ملاعبي من لاعبين اللي لعبوا في ليكيب ناسيونال ولا في البطوله الوطنيه اللي لعبوا في البوست ستوبر. اليوم باش نلعبوا لعبتنا كما العاده 8 دو فينال، كارت دو فينال، دومي فينال وفينال، باش نختاروا لو ميور اريير سنترال ستوبر في تاريخ كره القدم التونسيه. نبدا الماتش الاول. واحد وثلاثة لطفي المحايسي وخالد القاسمي. تعرفهم الاثنين يظهر والله زوز صحابي انا و واحد عمل كوب دو موند وواحد سي خالد القاسمي والمحايسي من احسن اللاعبين معناتها في النادي الافريقي ركائز كبيره معناتها في الدفاع. وي يلعب ياسر معناتها كيما نقولوا بالقليب و حربي نقول القاسمي سي خالد القاسمي. تحية سي لطفي المحايسي. سي لطفي سلموا عليه وهذيك هي القانون اللعبة. سي لطفي اللي ذكروا زي ذكر الرباعيات التاريخية تاع البلو. أنا قلت لك تبارك الله بون أنا خممت معناتها مشيت للفريق الوطني ممكن صحيح كأس عالم و كوب دافريك دومي فينا تاع كوب دافريك 78 زاد سي خالد القاسمي مع ليكيب ناسيونال. باهي الماتش الثاني 4-6 سي محسن جندوبي سي منير بوقديد. زوج لعبوا كوب دو موند. بون سي معناتها سي كي تكون انت بقديده ماهوش اكسيال بالاخر ولا يلعب اكسيال. كان يلعب اتاكون اون بوانت. كان افون سونتر. كوم ديفونسور انا نقول جندوبي. سي محسن. سي محسن جندوبي. تخي بيان، تحية سي منير بقديده. تحية ليه. الماتش اللي بعده ثالث. الا واحد لعبت معاه انت في ليكيب ناسيونال وفي ليسبيرونس. سي توفيق الهيشري. اي. وسي محسن حبش. انا والله يحكيوا عليا سي محسن حباشه و قالوا لي معناتها كان اكسيال ممتاز واحد هو جينيراسيون سي احمد المغيربي عطوكا لعبوا مع بعضهم كان اكسيال مع سي احمد سمعت عليه برشا ما تفرجش فيه اما حسب ما حكيوا لي يظل لي حباشه يتفوق على ليش ليش تعرفوا مليح اي نعرفوا نقول الماتش من بعد 11 ضد 14 كيف كيف ملاعب يلعب معاه برشا تعرفه مليح وما كي نقول لك ماتش القاهره 87 كاليفيكاسيون كات جوز اولمبيك 88 العقبي وراك واللي معاك في الاكس بوسنينا بوسنينا اللي خسر وقت زاد اوسكار تاع الزمالك في 94 ونور الدين نابلي جاسكا شباب القيروان نور الدين نابلي ونور الدين بوسنينا نابلي زاد بون اكسيال شويه بون في الاخر ما عملش تنجم تكون ما عملش كارير كيما بوسنينا. اي. حق صعيب باش تقارن بيناتهم، ما يظن لي بوسنينا يكون سي نور الدين بوسنينا. تحيه سي نور الدين النابلي. نمرو 15 سي محمد مكشر ولجمعيتك سي صبري جبل ضد المرسى. واحد كوشي واحد درواتي. واحد كوشي والاثنين لعبوا مع بعضهم جوز اولمبيك 96 في اتلانتا في امريكا مكشر ماركا بونتو كونت الارجنتين. وجبل الله صبري جبل الله نشوف تختار سي صبري جبل يلعب في نال 96 في جوهانسبورغ مع ليكيب ناسيونال. نمرو اثنين كيف كيف ديفونسور عشرته برشا ولعبت معه برشا سي سامي طرابلسي. سامي طرابلسي مع بيتشيزنيك لعبنا مع بعضنا مع كاسبر جاك في كاسبر جاك 94 96 سي فيصل الجلاسي. بطبيعة الحال سامي طرابلسي سي سامي احتراماتنا زاد السي فيصل الجلاسي اللي عطى الفريق الوطني ما شاء الله كان ديما يكون كومباتيف في لعب واحد
ولد الهمهامة سي فيصل. ولد الهمهامة اي. سي سامية. سي كان قائد ليكيب ناسيونال زاد ساقط. من كارير. كارير كبيرة برشا. اي ما شاء الله. نمرو خمسة. سي راضي جعايدي. اي. وسي كريم حق. راضي جعايدي نقول. احتراماتنا لل. الكريم. كريم. راجل عادي سي ستارجور اللي من الاول جلس الترجي ما كانش في المستوى هذاك من بعد في الفريق الوطني تحسن برشا تطور مستواه تطور مستواه كاس افريقيا عمل مقابلات ممتازه اي سورتو في لونجلتير زاد كيف فما كادير كبير في لونجلتير تحيه لكريم زاد كريم اللاعبين الكبار زاد اللي ساهموا في كاس افريقيا 2004 الماتش الاخرين سي لطفي جبار وسي عبد الحميد الكنزاري صعيب ها والله جباره باش نقول لك كنزاري خلطت عليه شويه تفرجت لعب معه ربي يشفيه ربي يشفيه ان شاء الله ربي معاه و صعيبه هذه صعيبه قولوا كنزاري سي عبد الحميد الكنزاري هو سي عبد الحميد لعب اكثر في ليكيب ناسيونال هاللي من سي لطفي تحية كبيرة برشا سي لطفي جبارة جبارة اللي هو في السعودية إن شاء الله ربي يوفقه ربي يوفقه مدرب توا مشو لكار دو فينال إي ماتش لو اسمعني هذا ماتش أنت حط روحك في بلاصة الشتالي توا ماتش ماتش لونين تاع كوب دو موند عندك القاسمي والجندوبي مش لاعب واحد مش لاعب واحد أنا نلعب جندوبي سي محسن سي محسن سي محسن الجندوبي كابتن ليكيب ناسيونال في ليزاني 80 كيف كيف لعب مع بتونسي اهلي جدا من احسن لاعبين سي خالد القاسمي زاد التحيه لسي خالد واللي نتذكر انا سي خالد القاسمي كوب دو موند لا في كاليفيكاتيف تاع مصر و... المغرب وخشد فراس فراس مش يشرف الماء ومش يتبع فيه يتفرج فيه قوي في المركز قوي في المركز متراقب تاع سي خالد القاسمي الماتش من بعده سي محمد علي سي محسن حباشه وسي نور الدين بوسنينه يقول سي محسن حباشة انا حكيت شوي مع سي توفيق بن عثمان قال لي نور الدين بوسنينة سفاح جزار في التيران ما يرحمش سي محسن حباشة زاد كيف كيف من الكاليتي نتاعو سان ديفونسور كومبلي كومبلي انا حكيت عليه الحق ما تفرجش فيه برشا ما برشا حكيت عليه سي تنجم تحطه ما بين سي احمد المغيربي سي وي خالد بن يحيى فهمت من لا من ديفونسور الكبار ديفونسوريت اللي وي انا الماتش اللي بعده انا ما نحبش نقول الاستاذ والتلميذ اما نقول الملاعب من زوز ملاعبيه لعبوا فرد فتره واللي يقول 96 يقول سامي طرابلسي ورون بلاسون وقتها سي صبري جبل في فينال 96 سامي طرابلسي سي سامي طرابلس وتحية لسي صبري جبالة تحية لي مدافعين ممتازين زاد كيف المنتخب باش تبارك الله بو كلهم لعبوا الفريق الوطني وكلهم عطاوا الفريق الوطني دونك ما تحير لازم تختار واحد فهمت لازمك تختار واحد دونك ديفيسيل كي تخزر ككورة واحد دونك بالسيف تمشي لكاليتي نتاع الجوار توت افي الماتش الاخراني تاع الكادو فينال سي راضي جعايدي و سي عبد الحميد الكنزاري راضي جعايدي تحية لعائلة سي عبد الحميد الكنزاري ربي يشفيه ربي يشفيه وراضي تبارك الله نورنا في انجلترا في امريكا ان شاء الله نشوفو ان شاء الله بعد الفريق الوطني ينجم هو بعد ياخذ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا نحن كي نلقاو مدرب لا مشى لانجلتير ولا عمل كارير وعمل قراءة على روحه وجي يشد الفريق الوطني دونك مشي بطبيعة الحال شفت كيما جردة توا قاعد ماشي القدام قاعد خدم تعذب البرا وخدم في الركبة وجا البلاد وخدم وان شاء الله قاعد يخرج في الثمار نتاعو ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق الجميع انا شو دومي فينال ايوا صعب ترى الحكاية تو الزبدة اللي بقى إن شاء الله الماتش الأولين سي محسن جندوبي وسي راضي جعايدي جعايدي تحية سي راضي جعايدي صح تحية سي محسن جندوبي دونك راضي تعدى الفينال لعبت مع راضي جعايدي سي محمد هاني تذكرش طرفة راضي في
والله بون هو اصغر مني كان معناتها دمجي وقتها كي جيت للترجي انا هو وقت كي مازال كي جاب بن جابس وقتها جونيور هو وقتها مازال مع التيب جونيور هكا ماك تعرف ديما الكبير الكبير ربي هو ما نحكي لك معناتها جوار يبدا فما قدر فما قدر فما احترام الحق محب وطفل عاقل برشا وقدام بوسور انا ريته كيفاش جاي معناتها تحسن برشا 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 معناتها تبارك الله ولا ديفونسور اتليتيك يضرب راس مليح يكور مليح يعني كلاس انترناسيونال ولا راضي في 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 عمل كارير به المثابره وبالخدمه انت احترفت زاد في المانيا وتعرف الاحتراف ولا في برونشفيك وتعرف الاحتراف قيمه الاحتراف مش سهل وراضي نجح من لعبيه اللي نجحوا في بطوله مخهم فيه عرفت كل شيء برك الله قاري زاد وقيمه فنيه وقيمه أخلاقية ثابتة في المنتخب وفي الدرجة الرياضية التونسي. الماتش الأخراني في دومي فينال سي محسن حباشة وسي سامي طرابلس دو كابيتان دو زاكسو دو سامي طرابلس سي سامي طرابلس وتحية سي محسن حباشة سامي زاد لعبت معاه في ليكيب ناسيونال تعرفوا سامي ستان ليدور معناتها تحسوا كيف بدا في التيران يعرف كيفاش يتصرف يعرف كيفاش كان كلام برشا و كيف كيف معناتها حتى كمدرب تو تشوفه معناتها في اللي بدا قاعد في الكوتشي برزين معناتها يعرف كيفاش يعرف كيفاش يتصرف صحيح نوصل للفينال اي راضي وسامي انا نقول سامي سامي طرابلسي سامي طرابلسي مير سوبر في تاريخ كرة قدم تونسي انا نشوفك لعبت معاه وتعرف الجوار كيفاش يعني ذالي في ليبوك اللي لعبت فيها انت وسامي طرابلسي في لاك سنترال من احسن لي ديفونس تقريبا في لي زيليميناتوار تاع كوب دافريك 96 مقبلنا كان هدف واحد وقتها باركور كبير برشا عمل المنتخب الوطني التونسي شكري الوعر وقتها في حراسه المرمى محجوب بليبيرو سامي طرابلسي معايا في على اليمين وقتها طارق ثابت على اليمين طارق ثابت والشافعي بشير صحباني وقتها لعب وعلي يسار كان برخيص الله يرحمه انا بون مشيتش معاهم جوهانسبورغ جوهانسبورغ تضربت انا اما عملت معاهم الكاليفيكاسيون هذيك افكتيفمون الكاليفيكاتيف نذكروا ماتش كبير لعبوا المنتخب التونسي ضد السنغال في المنزل 4 بلاش كونتر السنغال ربحناه كان سامي طرابلسي وقتها موجود كابيتان دو ليكيب ناسيونال يعطيك الصحة سي محمد علي عايشك بارك الله فيك يعني هذه مرحبا بك شهادة تاريخية كبيرة برشا خويا مرحبا ان شاء الله ما تتغشوش معناتها برشا ماك تعرف كل واحد كيفاش مخه معناتها احنا هذه لعبة حطيناها جوز تثقيفية باش العباد اللي جات تو ما تعرفش الملاعبية الكبار القدم واحد وكل شيء يعرفوا هذه فرصة افكتيفمون باش نعرفوا فيها عن طريق لعبة صغيرة هكا باش نثقفوا بها الناس تكون وسيلة تواصل ما بين الرجال يعطيك الصحة سي محمد علي ربي يوفقك شكرا ميرسي بوكو بارك الله فيك عايش.